يحيى عطية الله، النجم المتميز المغربي، نجم منتخب المغرب اللي لعب 22 مباراة مع المنتخب المغربي، 29 سنة، من اللاعبة المتميزة جدا، قادمة من نادي سوتشي الروسي، طبعا على سبيل الإعارة ب 250 ألف دولار، بنية الشراء 2 مليون دولار. لعيب كبير ولعيب متميز ولعيب لعب كاس عالم يا جماعه، قلنا لكم قبل كده هو اللي كان صانع الاسيست ليوسف نصيري نجم نادي اشبيليا ولعب نادي طبعا بشكتاش او عفوا بفنار بخشة التركي. طيب قصه بتقول ان ده لعيب من اللعيبه المتميزه، وبناء عليه مارسيل كولر دخل في صدام مع النادي الاهلي في عدم تجديد او تمديد عقد علي معلول اللي عنده 35 سنه، اللي كان عنده وتر اكيلس، اللاعب المتميز جدا اللي لسه هيرجع على شهر يناير، يعني في اخر 12 هيكون الدوري الدور الاول اتلعب منه 8 9 10 ماتشات. فمارسيل كولر ما بيمشيش بالعاطفه، فمارسيل كولر شايف ان علي معلول ملوش دور، فدي تاني صفقه اللي هي يحيى عطيته. رحيل خالد بيبو، ليه رحيل خالد بيبو يا جماعه؟ خالد بيبو من يعني مديرين الكره المتميزين جدا كالوضع اللوائح. الراجل بتغلط بتتعاقب، بتعمل حاجه كويسه بتاخد ثوابك. فالقصه في ايه؟ ما عندوش حته الكاريزما، ودي من عند ربنا يا جماعه، الحضور والكاريزما دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ما عندوش حته سيد عبد الحفيظ، ما عندوش حته وائل جمعه، ما عندوش حته ابو تريكه، ما عندوش الكاريزما دي كابتن الله يرحمه ثابت البطل، ما عندوش الصرامه، وفي نفس الوقت اللعيبه حباك. فاوضه اللبس فيها خلخله شويه يا جماعه، وسامحوني بقى انا بتكلم بكل صدق، فيها خلخله غير لما كان سيد عبد الحفيظ موجود. طب هل سيد عبد الحفيظ هيرجع الامر مرفوض من سيد عبد الحفيظ الا في حاله واحده؟ خطيب نفسه يكلمه. طب مين اللي طلع دلوقتي واسمه اتعرض؟ كابتن وليد صلاح الدين، وده امير القلوب زي ما بيقولوا، الراجل المحترم المؤدب القمه اللي كان لحته لعيب كوره بيكلم الكوره. فالراجل ده دلوقتي نجم النادي الترجي السابق ومنتخب تونس، 24 سنه، نجم من نجوم طبعا النادي المجري، اسمه غريب كده يا جماعه مش فاكر للاسف اسمه، لعيب مميز جدا، لعب مع الترجي 140 مباراه، كان مشارك فيه 40 هدف، 6 اسيست و34 جول، لعب مع النادي المجري 40 مباراه، شارك في 10 اهداف، طبعا صنع 8 اهداف وجاب جولين، من اللعيبه المتميزه جدا، وده ميزان نص الملعب. من وجهه نظري ما يقلش حاجه عن امام عاشور، افضل من قفشه بدنيا وفنيا، افضل من اليو ديانج، بس اليو ديانج تفوق عليه في الالتحامات البدنيه والقوه البدنيه، ديانج اقوى، الا ان لعيب مميز جدا، بيلعب ايه؟ بيلعب سنترال ميدفيلدر كلاعب ارتكاز، بيلعب طبعا ميدفيلدر سنتر عفوا كلاعب ارتكاز، بيلعب سنترال ميدفيلدر كلاعب بوكس تو بوكس او مركز 8، بيلعب شادو سترايكر اللي هو مركز 9 ونص او ظل المهاجم، بيلعب كمان كبلي ميكر رقم 10. نادي الزمالك قائمه الراحلين عندك رؤى، محمد عواد، السيد طبعا نيمار، يوسف اوباما خلاص راح بيراميدز، سيف فاروق، جعفر، محمد طارق طبعا كبعناه وطلع اعاره لنادي المصري، الراجل مش محتاجه. فبتتكلم كده في ست لعيبه، ياسر حمد خلاص مشى، مهاب ياسر هيطلع على سبيل الاعاره، محمد عاطف مكمل، فانت بتتكلم في 8 لعيبه هيرحلوا عن نادي الزمالك، كمان معاهم ناصر منسي، كمان معاهم سامسون اكينولا، 10 لعيبه بالتمام والكمال هيمشوا من نادي الزمالك، ونادي الزمالك صدر ان يتعاقد مع 10 لعيبه تانيين. وبعد تالق محمود الشناوي بقى صبحي والشناوي هو رقم واحد واثنين، وهيطلعوا ناشئ او يجيبوا جنش، الامور مش واضحه لسه في نادي الزمالك، بس نادي الزمالك خلاص عواد بره نادي الزمالك. كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق